السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. الوغ بزاف منكم اللي طلبتوا لي باش نكمل لكم الدروس تاع السنة الثالثة، هي مع بعض نكملوا بلا ما نضيعوا الوقت. اليوم ان شاء الله راني حنهضر لكم على الجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم. هيا مع بعض نقراو الكلمات والأمثلة هذوما ونفهمهم. إذا العمة وشنو هو الجمع تاعها؟ العمات. الجارة. الجارة وشنو هو الجمع تاعها؟ الجارات. القريبة وشنو هو الجمع تاعها؟ القريبات. الطاولة وشنو هو الجمع تاعها؟ الطاولات. هذه الكلمات هادية، هل هي في المفرد أو الجمع؟ إذن هي في الجمع، رانا نهضروا على هاد الكلمات في الجمع. هل هي في المذكر أو المؤنث؟ هي في المؤنث، إذن هي في الجمع المؤنث. بواش راهي تنتهي؟ العمات تنتهي بالألف والتاء، الجارات ألف والتاء، القريبات الألف والتاء، الطاولات الألف والتاء. إذن راهي تنتهي، راهي تخلص بالألف والتاء. نروح الآن إلى المجموعة الثانية. متخاصم، الجمع تاعها متخاصمون. متباعد، متباعدون. معلي، من، معلي من، الجمع تاعها معلمين. معلما، الجمع تاعها معلمين كذلك. معلم، الجمع تاعها معلمون. هذه الكلمات هل هي في المفرد أو الجمع؟ إذن الكلمات هذه راهي في، أنا نهضروا على هذه الكلمات راهي في الجمع. هل هي في المذكر أو المؤنث؟ راهي في المذكر، إذن راهي في الجمع المذكر. بواش هاي تخلص هذه الكلمات؟ إذن هنا هاي تخلص بالياء والنون، هنا هاي تخلص بالياء والنون، هنا هاي تخلص بالياء والنون، وهنا هاي تخلص بالواو والنون. إذن كاين اللي راهم يخلصوا بالواو والنون، وكاين اللي راهم يخلصوا بالياء والنون، تفهمنا؟ إذن هنا نروحوا نديروا القاعدة، نبداو القاعدة تاع هاد الجزء تاع الجمع المؤنث اللي نقولوا له الجمع المؤنث السالم. إذا كانت كلمة في المفرد المؤنث، إذا كانت كلمة في المفرد ومؤنث، عما هذه عما، جارة هذه جارة، قريبة هذه قريبة، طاولة هذه طاولة، إذن راهي في المفرد وحدة، مؤنث يعني هذه، نقولوا هذه عما، هذه جارة إلى آخره. في الجمع المؤنث السالم نضيف لها الألف والتاء. دائما كي تكون الكلمة في المفرد المؤنث في الجمع تاعها نضيفوا لها، واش نضيفوا لها؟ الألف والتاء. معلمة، معلمات. بنت، بنات. تلميذة، تلميذات. طاولة، طاولات. سيارة، سيارات. كما راكم تشوفوا كامل هذه الكلمات واش ضفنا لهم؟ الألف والتاء، الألف والتاء. خلاص رانا فهمنا الكلمة كي تكون في المفرد المؤنث في الجمع تاعها واش نضيفوا لها؟ الألف والتاء. مثلا هذه تلميذة، هذه تلميذات، خلاص بالألف والتاء. هذه معلمة، هذه معلمات، خلاص بالألف والتاء إلى آخره. نروح الآن إلى هذا الجزء من الأمثلة. هنا إذا كانت الكلمة في المفرد المذكر، في المفرد المذكر، هذا متخاصم، هذا متباعد، هذا معلم، هذا معلم، هذا معلم، ما نقولوش هذا معلم، يعني معلما ولا معلما يعني مفرد مذكر. في الجمع تاعها كما قلت لكم ما نقولوش هذا معلم وهذا معلما، غلط، نقولوا هذا معلم. المهم هنا راهم كاع الكلمات هذوما في المفرد المذكر. في الجمع تاعها، في الجمع واش نضيفه؟ تبعوا معايا. اذا كانت كلمه في المفرد المذكر في الجمع المذكر السالم نضيف لها الواو والنون. لما تكون الكلمه في المفرد تنتهي بالضمه، مثلا ناخذ مثال هذا بسيط، معلم
في الجمع تاعو يولي معلمون، ونضيف لها الياء والنون لما تكون الكلمة في المفرد تنتهي بالفتحة والكسرة. مثلا معلما، معلما راهي في المفرد المذكر، في الجمع تاعها تولي معلمين، ولا معلم خلاص بصوت كسرات كسرة في الجمع تاعها تولي معلمين كذلك. إذا لما تكون الكلمة في المفرد المذكر تنتهي بالضمة، في الجمع تاعها نزيد الهواء والنون، معلم معلمون. لما تكون تنتهي بالفتحة ولا الكسرة في الجمع تاعها نضيف لها الياء والنون، معلما معلمين، معلم معلمين. هذا هو الدرس تاع الجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم. إن شاء الله تكونوا فهمتوه. أي حاجة ما فهمتوهاش قولوا لي في التعليقات، نحاول نعودها لكم.